بيح راح يوزع الكره العرضيه راسيه كوكبو والقائم يصد هذه الراسيه راسيه كوكبو على القائم ورحله او بالنحو في المتابعه ولكن كرته خرجت الى 5 امتار و50 اول تهديد اول راسيه من كوكبو على القائم والمتابعة من بالنحو لم يتمكن من وضع الكرة داخل الشباك متصالحين ينتظر صعود أحد الزملاء هابط على كورتو يلعبها بينية بينه وبين كوكبو كوكبو يحط الكرة ناحية صالحي صالحي ترجيع والحارس ممتاز يبعد سيري الكرة كانت هذه الكرة من كوكبو يغطي كورتو المتصل لكوكبو داخل منطقة العملية كوكبو بالتهديد شديد البحث عن التهديف وفي هذه الآونة الحاكم الطيب الدربالة يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المرحلة الأولى آخر تسديدة كانت من هذا البنيني كوكبو تقدم عناصر الشباب قسنطينة وتراجع عناصر نجمقرة لمنطقتهم دبيح داخل منطقة العمليات ما يتمكنش من الكرة داخل منطقة العمليات صالح التسديدة داخل منطقة العمليات كوكبو الحاكم يقول فيه خطأ والحاكم يقول فيه خطأ تدخل بقوة من كوكبو أمام صالح حميدة ثم الانطلاقة من دمان داخل منطقة العملية مراوغة جميلة من دمان 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 والمدافع يخرج الكرة من على خط المرمى صالحي ينقذ فريقه من هدف محقق أول فرصة وأخطر فرصة لنجم مقرى منذ بداية اللقاء في هذه التوزيع العرضية من دمان أكرم في القائم الثاني ترويض الكرة ثم تسديدها بقول وصالحي في وضعية حارس مرمى أنقذ فريقه من هدف محقق أخطر فرصة تنفذ الركنية داخل منطقة العمليات مرة أخرى ولكن جانبية وصل له الكرة فقد توازن ونهض راقب الكرة قريب منه رفيقه دبيح يبحث عن العرضية توخذ داخل منطقة العمليات يبحث عن التسديد تسديدة ممتازة المدرب عزيز عباس يحتفظ بنفس التشكيلة اللي لعبت الشوط الأول كرة ممتازة من خارج منطقة العمليات من حمزاوي عكاشة أمام عرصورة كادت تباغت الحارس ناصير من خارج منطقة العمليات المراوغة تهيئة الكرة للتصويب سدد وصوب بقوة كرة أمام بالحمري رفع كرة داخل منطقة العمليات ماذا يقول الحكم يقول فيها ركنية الحكم يقول فيها ركنية في الوقت لعناصر نجم مقرة يطالبون بخطأ سنوجد كرة مرفوعة إعادة الكرة من هذه الزاوية هل سنشاهد الإعادة سنشاهد الإعادة سنشاهد الإعادة مرة أخرى هابط على كورتو بوغاش ضاعت منه بوغاش الضغط من ديب افتك هذه الكرة ديب هات كرة ناحية رفيقه ناحية يعيش البحث عن التسديد والهدف الأول يتمكن يعيش بلقطة فردية من فتح مجال التهديف في الدقيقة 85 من المرحلة من المقابلة قبل نهاية الوقت الرسمي للمقابلة بخمس دقائق بلقطة فردية يتمكن من التسديد بقوة داخل منطقة العمليات على مشارف منطقة العمليات يتمكن